وفي المركز الثقافي في الأسمرات. احنا لينا شوية لقاءات حلوة جدا، واحنا موجودين دلوقتي في غرفة ايه؟ الغرفة هنا اسمها ايه؟ الفنون الايه؟ الفنون التشكيلية اسمها ايه؟ التشكيلية اسمها ايه؟ التشكيلية اسمها ايه؟ التشكيلية. تقلية ايه؟ استني بس، انت دي قلتي تقلية، انت قلتي تقلية، انا سمعتها بوداني قلتي تقلية. اسمها فنون ايه؟ أشكالية. أشكالية؟ من أشكال حد تاني. تشكيلية. اسمها إيه؟ تشكيلية. مع بعض. اسمها إيه؟ تشكيلية. برافو عليكم شاطرين. أستاذة رضوى زي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله. يا استني بقى شوية بقى، أشكالية أنت منورة الدنيا ومنورة أتوبيس سعادة. عايز حضرتك بقى تعرفيني على المكان اللي إحنا الحلو اللي إحنا موجودين فيه ده، عبارة عن إيه؟ القصر ده قصر ثقافة بيضم فنون تشكيلية اللي هو رسم، وبيضم نادي مرأة، وبيضم مكتبة بتعليم الأطفال، وفي محو أمية، وهو نادي تكنولوجيا كمبيوتر. جميل. الغرفة اللي احنا فيها أو الأوضة دي فن التشكيل. فن التشكيل بيحصل إيه بقى؟ كله ما يتعلق بالفنون التشكيلية، ألوان، استخدام المخلفات اللي هي مخلفات البيئة، إعادة تدوير البيئة. أيوة. إزاي عنده موهبة الرسم يجي عنده موهبة الرسم، رسم بقلم الرصاص، بكل يعني أدوات الفن الرسم. تمام. بمقابل ولا لا؟ بمقابل. تماما. بطبيعة الحال الفن بيهذب النفس كبير أو صغير. أكيد حضرتك اللي هتقدري تحكي لي عن التغيير اللي لمستيه في الولاد أول ما بدأ ولحد النهاردة، إيه اللي حضرتك يعني لمستيه؟ أولاً العلم ما كانش منظمين قوي، خش الورشة مش عارفة إيه، لكن بدأوا يحبوا المكان ويحبوا الرسم ويحبوا كل الحاجات دي، بدأوا ينظموا منهم نفسهم، أنا ما حد يوجههم والله، يعني بقوا منظمين جداً. ملتزمين؟ بيحبوا يجوا؟ جداً، مش عايزين يمشوا، بيحبوا المكان جداً. بالنسبة لهم أنا يعني المكان هنا متعة، يعني جايين هنا يعني فرج عن اللي جوه هنا يعني. الحاجات الجميلة اللي على الجدران واللوحات دي مشاركات الولاد هنا. طبعا أكيد، وده كمان مشاركات الأولاد. عظم عظم. أنتوا إزيكم؟ الحمد لله. كويسين؟ أه. طب أنا عايز أتعرف عليكم بقى، كل حد يقول لي اسمه بقى، قولي لي اسمك إيه؟ رؤية. اسمك إيه؟ رؤية. رؤية. وأنت؟ محمد. ماشي حماد. إيه ميكروفون دورة. لا انت ما تبسيهوش، قولي من غير ما تبسيه. نورة زي كانورة. اسمك ايه؟ صابرين. اه والله حقيقي. قولي بقى، سيبيه بس، قولي اسمك ايه. اسمك ايه؟ ما عرفتش. تسنيم محمد طارق. ماشي. وانا اسمي احمد يونس سالم. بصوا بقى، مين هنا بيحب يجي يرسم؟ انا. ايه ده، كلكم بتحبوا ترسموا؟ برافو عليكم. رسمت ايه؟ انا مش بتحب ترسم؟ رسمت ايه؟ رسمت جامع وحب يسلي. يا سيدي رسمت ايه؟ عربية. عربية ايه لونها ايه؟ اصفر. انت بتبصي ايه على ايه ورايا؟ مش رسمتك دي اللي بتبصي ايه؟ اصفر. يا ولد ماشي. رسمت ايه يا استاذة؟ رسمت حمار. حمار؟ لونه ايه؟ لونه ايه؟ بني. بني ماشي. رسمت ايه؟ فراشة. مش انت بتاعت التقليه اللي من شويه ما رسمتيش حاجه ملوخيه؟ هو انا ليه كل كلامي وانا بتكلم كل كلامك عن الاكل؟ جعانه صح؟ انا جعانه على فكره. طب انا جعانه والله. ايه اكتر اكله بتحبيها؟ انا احب اعرف يعني. مكرونه بشاميل. يا سيدي يا سيدي، سقفوا سقفه للمكرونه بشاميل يا اولاد، الموضوع عندنا عظيم عظيم عظيم. ايه الحلو هنا في الاسمرات؟ مين يحكي لي؟ مين يقول لي؟ المدرسه. استنوا بتاعت التقليه بس الاول. المدرسة حلوة. أيوة. وقصد الثقافة. أيوة. بيعلم العيال وكده. بيعلم العيال. ما تسيبوا البنية تكمل كلمتين يا جماعة. قولي قولي ولا همك. والجامع. الناس اللي بتصلي بردوك. حلو. والبتاع ده وكل حاجة حلوة. طب قولي لي ايه حلو؟ مين هيقولي حاجة حلوة هنا تاني؟ والنادي. والنادي. أيوة. بتروحي النادي؟ أيوة. مين هنا بيروح النادي؟ أنا. كله بيروح أنا. النادي؟ أنا بروح. بتعمل ايه في النادي يا محمد؟ بلعب كرة. كرة؟ كرة قدم. شاطر؟ ماشي. بتعملي ايه في النادي؟ بتروحي النادي اصلا ولا ما بتروحيش؟ بتروح. بتحبيش الرياضة؟ امال بتحبي ايه؟ بحب الرياضة. بتحبي ايه هواياتك؟ العب. تلعبي ايه بقى؟ مرجحة.
ليكي صاحباتك هنا في الأسمرات بقى أسميهم إيه بقى؟ بطة هي أنا بسمها هي اسمها الحقيقي فاطمة بقى ولا اسمها إيه بقى؟ لا اسمها إيه؟ فاطمة. طيب ماشي. ويا ومين غير بطة؟ وندى. ندى عارفها دي شقية شقاوة. ويا ومروة. ويا مين؟ دردوحة. دردوحة؟ صاحبتك اسمها دردوحة؟ يا حبيبتي يا اختي. ايه دردوحة دي ايه؟ اسمها ايه دردوحة صح؟ عندنا واحدة اسمها ندى وكبيرة. فايه دردوحة؟ دردوحة. انتوا مصاحبين دردوحة كلكم ولا هي؟ معلش مش مشكلة ولا يهمك. ايه دردوحة شقية صح؟ دردوحة شقية مزعجة دردوحة. ايه كمان حلو هنا في الأسمرات؟ مين يقول لي؟ انا. تعالي جنبي تعالي تعالي لي قومي كده تعالي لف كده تعالي لي تعالي هنا جنبي. في الاخر هتيجي مش هتقولي حاجة. قولي لي حلو هنا ايه؟ مش انا اقول الأسمرات كلها. الأسمرات كلها حلوة. بس القصر الثقافي أكتر حاجة حلوة. الإيه؟ قصر الثقافي. قصر الثقافة حلو. عايزين سقفة للأسمرات بقى كلنا مع بعض. لا أنتوا شايفين السقفة دي قوية؟ لا مش قوية. مش قوية. مدرستكم اسمها إيه؟ تحيا مصر ثلاثة. تحيا مصر ثلاثة. تحيا مصر ثلاثة. تحيا مصر خمسة. تحيا مصر ثلاثة. تحيا مرس ثلاثة. مرس؟ يا صباح الخير. انت من الاول انا مش مظبطه معايا. تحيا مصر ثلاثة. وانت مدرسة اسمها ايه؟ مدرسة ايوه فاطمة عنان. فاطمة تحيا مصر ثلاثة. تحيا مصر واحد. تحيا مصر. طب عايزين نقول كلنا مع بعض تحيا مصر. يلا واحد اتنين ثلاثة. تحيا مصر. عايزين نعمل لهم نقول لهم باي باي. باي باي. عشان هما بيحبوكوا جدا.